أنا الآن عبر الهاتف السيد فاضل المصدق وهو مدير الصحة بولاية ورقلة. صباح الخير سيدي الكريم، هل هناك مستجدات عن وضعية الست حالات التي تم تسجيلها بولاية ورقلة، وهل هناك ارتفاع في عدد الحالات؟ تفضل سيدي الكريم. صباح الخير. الحالة دائما مستقرة، الحالات الستة دائما هم اللي ظهروا، ولكن الحالات لحد الآن لم تتأكد أنها حالة مالاريا أم لا. لماذا لم تتأكدوا بأنها حالة مالاريا؟ هل من الصعب؟ في انتظار التحاليل التي تأتينا من المعهد الوطني للصحة العمومية. لكن الأعراض الحالية تؤكد بأنها مالاريا، هكذا سيدي؟ ما نقدرش نقول تأكدنا حتى يجينا النتائج النهائية. واضح سيد واصل. ولكن لم تظهر هناك حالات جديدة لحد الساعة، كان 6 حالات وحالات في المستشفى مستقرة ولكن كان واضح سيدي. هل لكن هناك حبيت نأكد حاجة، أن الطفل اللي توفى ماهوش حالة مالاريا، ما توفاش جزاء على بالمالاريا. على كل لم يرد لدينا تصريح الأمس، لم يرد أننا قلنا باللي الطفل توفى في بالمالاريا. واضح سيد فاضل المصدق. فقط بالنسبة لوزارة الصحة أكدت بأنه تم تسجيل 3 حالات بولاية غردايا. جديدة حالة غردايا، ولاية غردايا هذه كما نعرف، ولكن في ورقلة عندنا 6 حالات لحد الساعة لم تأتينا النتائج النهائية التي تتأكد أنها حالة مالاريا. على كل تبقى الأعراض. التأكيد تأتينا من المعهد الوطني للصحة العمومية في الجزائر العاصمة. واضح جدا سيد فاضل المصدق مدير صحة بولاية ورقلة. طبعا سيكون لنا اتصال في مواعيد إخبارية قادمة حتى نتأكد من آخر الأخبار المتعلقة بهذا الداء. نعم، شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا مشاهدينا نبقى نتحدث عن وباء